حلو قوي الجمهور اللي قاعد، حلو قوي انهم كلهم قاعدين في الصمت وهدوء عشان يسمعوا الكلام اللي هقوله، والناس كمان اللي قاعدين في البيت دلوقتي ياريت تسمعوا كلمتين كده من واحد عنده شويه خبره في الحياه. من شويه هي سالتني مين قدوتك، قلت لها انا ماليش قدوه. انا مقتنع بحاجه، كل واحد فينا عنده بصمه في صوابعه اللي بنعمل بيها الفيش والتشبيه، مفيش واحد زي التاني. انا مقتنع ان زي ما عندنا بصمه في ايدينا، عندنا بصمه اقوى منها بكتير في مخنا. كل واحد ليه شخصيه منفرده، مش هينفع حد يبقى زي حد او شبه حد او يقلد حد. ربنا خلق كل واحد فينا منفرد عن الاخر، في شكله، في طباعه، في احساسه. واللي بشوفه ان احنا المفروض نحترم ده، نحترم بعض، نحترم اختلافنا، حتى الواحد يحترم الشكل والهيئه اللي ربنا خلقه بيها. حتى لو الهيئه او الشكل اللي ربنا خلقني بيه بعض الناس شايفينه ان هو مش حلو، انا لما هبص في المرايه هقول الله شكرا يا رب، خلقتني مختلف منفرد ماليش مثيل. كل واحد فينا ملوش مثيل، ودي حاجة حلوة قوي إن إحنا نحط نفسنا في قالب ونقفل على نفسنا، نبقى قوالب قوالب قوالب. أنا بشوف إن ده حاجة مش ذكاء مننا، إن الواحد يقعد يكتشف إمكانياته وقدراته. هو ده الشخص الذكي اللي بيقدر يعيش في الحياة وهو مبسوط وراضي، والرضا ده بيعمل له سلام داخلي، وده أحلى حاجة في الدنيا. يا رب دايماً كلكم يبقى عندكم سلام داخلي ورضا. شكراً ليكم. على المسرح مع منى عبد الوهاب، رابع أيام العيد، الخامسة مساءً على قناة مصر الأولى.